معانا قشطه ويجعلها سنه قشطه، بننزل بالقشطه على المشلتت اللي ياكل من الطبق ده يدعي لي. طبعا اللي عنده كوليسترول بلاش، عنده دهون زياده بلاش، دي اكله كده واخد بالك دي اول يوم في السنه، شويه مكسرات حلوين من الفول السوداني على اللوز على الزبيب، يا مزاجه لوز على جوز الهند، شفت الحلاوه؟ هو ده كل ده جوه الفطير المشلتت. ودرجه حراره الفرن عندي كام؟ يعني 120 100، ما تبقاش عاليه قوي. حلو الكلام؟ ومعانا عسل، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ومعانا حليب بيغلى على النار. ناخد الحليب ده يا عم الشيف ونسقطه على المشلتت. يلا بينا. طب احنا متفقين ان احنا نبدا السنه بالصراحه وبالوضوح، والكذب حرام. الفطير المشلتت مش انا هاجي اعمل فشلتت دلوقتي وامسك وارق عجين واخلقها، الفطيره جايه شاريينها. الحليب على النار بيغلي عشان نبقوا عارفين الدنيا ماشيه معانا ازاي. تقولي فين الفطير؟ انا ما شفتوش عمل فطير. عايزك يا حاجه كده تدعي لي دعوه حلوه مع سنه ميلاديه جديده. فطير اعمله ازاي؟ فطير جايبه جاهز، وادي الحليب نزل على الفطير المشلتت ونزلت القشطه بتاعتنا، والحليب يكون ساخن ما ينزلش بارد من فضلك، وينزل على القشطه اللي طالعه من التلاجة الحلوه دي كده بتتكلم مصري، اكيد حماتك ربنا يخليها لك يا رب، وتزور النبي جايبه لك قشطه تدعي لها دعوه حلوه. درجه حراره الفرن 180، ندخل دي الفرن. يلا بينا. حلو الكلام، ماشيين لغايه دلوقتي زي الفل يا عم الشيف، ما قصرتش معانا. دي مكانها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بص على الحلاوه، بص على الفطير المشلتت من الفرن. نقفل الفرن، يلا بينا. الدنيا تبقى رايقة. ايه ده؟ شوف الحلاوه بالله عليك. شوف الفطير المشلتت اتعمل ام علي ازاي؟ شوف اللون الحلو بتاع القشطه. حلو ده. اللهم صل على النبي. حكايه. تسلم ايدك يا عم الشيف. دلع. بص ام علي. ام علي بألف هنا وشفا للي هياكل منها. فطير مشلتت؟ جربي تعملي ام علي بالفطير المشلتت. شوفوا بقى المفاجأة بتاعت الشيف المغازي. ويجعلها سنة سعيدة يا رب، وسنة عسل على كل اللي بيشوفونا. يحل الفطير المشلتت بما ان فيه علاقة قرب ووثاقة ما بين العسل والفطير. الله. ام علي؟ ما تبقتش ام علي، اسمها الحاجة ام علي. ست ام علي. يا بخت ام علي وعلي. ناخد بعدين نطلع فاصل بمناسبة العسل على ام علي ونرجع.